نشكر جمعية بايس إن جابت لنا الدفاية وإحنا ندفع الحطب، ونشكرهم مش راح ندفع الحطب ثاني مرة. دمعنا يا شام نحيا والدعاء يمدنا كيما نعانق أرضنا ووجودنا وتراحموا قيلت لكي يفنى العنا يا شام هذا الدفء ملء أكفنا يا برد رفقا يا شتاء شآمنا يا ياسمين العمر صن أطفالنا وتراحموا قيلت معلش يعني بنشكركم يعني بنشكركم كثير كثير لمؤسسة بايس اللي ساعدتنا الحمد لله تدفئة إلنا ولأطفالنا بعد ما كنا بندفع على النار لا غيرها ولا سواها يا شام نحيا والدعاء يمدنا كيما نعانق أرضنا ووجودنا وتراحموا قيلت لكي يفنى العنا يا شام هذا أتوجه بالشكر وكلمة التقدير لجمعية بايوس اللي قدمت لنا الخدمات ومساعدة للمحتاجين وبارك الله فيها وجزاها كل خير يا ياسمين العمر صن أطفالنا وتراحموا قيلت لكي يفنى العنا يا شام هذا الدفء ملء أكفنا